بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي الأعزاء. راح نكمل يوم دروس الـ RNA والـ DNA وتحديدا عملية الـ RNA Transcription. وتكلمنا في الدرس السابق وقلنا وأشرنا إلى مراحل عملية للـ RNA Transcription وشون عملية Transcription تمر عبر ثلاث مراحل: الـ Initiation والـ Elongation والـ Termination. في هذا الدرس راح نتكلم عن الـ Transcription Factors. في الدرس السابق قلنا بأن عملية الـ Transcription لابد لها من منظم. المنظم لهذه العملية هو الـ Transcription Factors، عوامل هي اللي تتحكم بعملية الـ Transcription. لأن احنا كنا نعرف بالنهاية احنا من هذه العملية شنو نبي ننتج؟ نبي ننتج بروتين. طيب شنو هو نوع البروتين اللي احنا محتاجينه؟ اللي يحدد نوع البروتين اللي احنا محتاجينه هو الفاكتورز، الترانسكريبشن فاكتورز، عبر اتحادها وارتباطها بالجين المناسب لإنتاج هذا البروتين. احنا كنا نعرف ان الـ DNA عبارة عن دبل هيليكس ستراندز، شكل عبارة عن الدبل هيليكس، وفي آلاف من الجينات، قطع من الـ DNA، كل قطعة تعبر عن جين معين، وكل جين له وظيفة معينة وله خاصية معينة محفوظة داخل نواة الخلية. طيب احنا نبي نحتاج الى هذا الجين، نبي نروح الى هذا الجين عشان نقول له نبي ننتج هذا البروتين اللي هو عبارة عن نسخة مطابقة لك انت يا DNA جين. شلون تتم هذه العملية؟ تتم عن طريق الترانسكريبشن فاكتورز. الفاكتورز هذه ممكن تتم من برا الخلية، ممكن عبارة عن هرمونات، ممكن عبارة عن بيبتايدز هرمون، ممكن تكون ستيرويد هرمونز، ممكن تكون فيتامين اي ريتينويد، ممكن تكون فيتامين دي او فيتامين اي عفوا ريتينويد وفيتامين واكتيف فورم اوف فيتامين دي. هذه المستقبلات ممكن عفوا هذه الهرمونات ممكن تدش داخل الخلية وممكن تكون من خارج الخلية تعطي إشارات مثل ما ذكرنا في دروس سابقة حول عملية الترانسكريبشن السيجنال ترانسدكشن. فتصير عملية ترانسدكشن سيجنالينج من خارج الخلية لداخل الخلية وتعمل تغييرات، وهذه التغييرات توصل إلى نواة الخلية إلى الـ DNA وتحديدا راح تتم عملية صناعة البروتين. أول شيء في البداية خلونا نشوف إن إحنا عندنا هذا الرسم، هذا الرسم رسم توضيحي للـ DNA. هذا العمود اللي نشوفه هو عبارة عن الدبل هيليكس، يعني احنا لو بنترجم هذا العمود لو بنوضحه هو عبارة عن دبل هيليكس. ولكن رسمناه بهذا الشكل ولونته بعدة ألوان عشان نفرق شنو أجزاء الستراند هذا. فإذا أول شيء لازم بنعرفه في هذا الدرس أن الـ DNA binding proteins that regulate transcription are known as transcription factors. فإذا اللي يسوي عملية regulation لعملية الترانسكريبشن عوامل تسمى بالترانسكريبشن فاكتورز. وهذه القصة كلها العلم كله يدور حول الترانسكريبشن فاكتورز والكو فاكتور والكو اكتيفيتورز وغيرها اللي راح نشرحها في هذا الدرس، وفي الدروس القادمة إن شاء الله راح نتبحر في هذا الموضوع أكثر. If they promote transcription, they are activators. فهذا الـ transcription factors العوامل هذه أحياناً شنو تسوي؟ أحياناً تفعل عملية الـ transcription. فإحنا إذا تفعل عملية الـ transcription نسميها activators. وأحياناً تسمى repressors. أحياناً تحبط عملية الـ transcription، توقف عملية الـ transcription. فإذا هذا الـ factors، الـ transcription factors نسميها repressor. فإذا if they have a negative effect, they are repressors. Transcription factors must bind to a specific DNA sequence. الفاكتورز العوامل اللي موجودة بهذه الصورة وينها؟ مثل هذا الفاكتور 2A 2D 2B 2F 2H وكذلك هنا عندنا فاكتورز ثانية. هذه الترانسكريبشن فاكتورز هذه وين ترتبط؟ ترتبط بالجين نفسه، بالDNA sequence من النيوكليوتيدز.
يرتبط فيها. هذا طبعا السيكونس احنا قلنا A T G C وهكذا. هذا السيكونس طوله 10 الى 10 base pairs. base pair BP اختصاري base pair هو عبارة عن كل نيوكليوتايد متحد مع النيوكليوتايد الثاني يسمى هذا one base pair. فإذا احنا كم عندنا نيوكليوتايد؟ عندنا من 6 إلى 10. هذا حجم الDNA strand اللي يرتبط فيه الفاكتورز. طيب فإذا transcription factors must bind to a specific DNA sequence تقريبا من 6 إلى 10 base pairs called regulatory sequences. فإذا عندنا احنا sequence من الDNA يسمى بالregulatory sequence. هذا regulatory sequence هو اللي يتحكم بعملية الترانسكريبشن as part of a transcription controlled region اللي هو يسمى بالبروموتر. فإذا احنا عندنا مصطلح جديد في الDNA يسمى البروموتر. عندنا الكود الجين. فلو شفنا هذه الرسمة راح نشوف هنا عندنا الكود الجين وقبل الجين proximal قبل الجين يعني قريب من الجين مباشرة عندنا جزء من الDNA يسمى البروموتر. فإذا البروموتر يشمل اللون البرتقالي مع اللون الأخضر. فإذا هذا كله يسمى البروموتر. هذا البروموتر هو اللي تتحد فيه وترتبط فيه الترانسكريبشن فاكتورز عشان يعني يبدون بعملية الترانسكريبشن. كذلك عندنا جزء من البروموتر يسمى بالتاتا بوكس. تاتا بوكس طبعا المسمى هذا تاتا لأن السيكونس اللي موجود هنا عبارة عن تي اي تي اي 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 فيسمى بالتاتا بوكس. هذا التاتا بوكس أيضا مرتبط مع الموجود داخل البروموتر. طبعا التاتا بوكس يبدأ من تقريبا من بداية البروموتر إلى تقريبا من 52 إلى 53 بيس pairs. شنو وظيفة التاتا بوكس؟ وظيفته هو عبارة عن a sequence of bases. Bases adenine, guanine, cytosine وهكذا. Thymine of bases located about 25 to 35 base pairs. Upstream of the gene that helps to locate RNA polymerase. طيب. شنو معنى هذا الكلام؟ احنا عندنا اتجاهين للدي ان اي. هذا اتجاه الى اليسار هذا الاتجاه وعندنا اتجاه الى ذاك. هذا الاتجاه في هذا العلم يسمى بالابستريم. والاتجاه الاخر المعاكس يسمى بالداونستريم. إذا الداونستريم إلى اليمين والأبستريم إلى اليسار. وكذلك عندنا جزء أساسي اللي هو ملون باللون البنفسجي. هذا الإنزيم عبارة عن إنزيم يسمى بالـ RNA polymerase 2 وذكرناه في الدرس السابق وقلنا أن الـ RNA polymerase هذا الإنزيم هو اللي يصنع الـ mRNA. هذا يتحد مع الـ DNA و يطلع منه بعدين الـmRNA ورسمناها بهذا الطريقة. طيب التاتا بوكس شنو وظيفته؟ وظيفته أنه هو يحدد ويقول حق الـmRNA لأن الإنزيم هذا polymerase 2 يكون مو متحد مع الـDNA يكون في الخارج. شلون الـDNA أو الإنزيم هذا يجي ويتحد بهذا المكان تحديدا؟ عن طريق وظيفة التاتا بوكس هي اللي ترتبط مع الـmRNA polymerase 2 وكذلك مع الكودينج. ويبدأ الكود يمشي upstream يعني هذا الكود وهذا ثابت. هذا الكود يمشي 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 الكود بهذا الاتجاه upstream. هذا العمود كله strands of DNA هذا يمشي 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 والpolymerase يشكل ويصنع الmRNA. في عندنا كذلك مصطلح يسمى بالانهانسرز. شنو هو الانهانسر؟ الانهانسر تشوفه بالرسمه موجود هنا.
طيب شنو هذا المعنى بالشكل؟ ليش اني منقط؟ منقط انه خلاص المسافة صارت بعيدة، ممكن توصل الى 1000 بيس بير، تخيلوا 1000 بيس بير المسافة، وعندنا في بعد 1000 بيس بير عندنا ايضا شغلتين نشوفهم او اشياء اكثر طبعا تسمى بالانهانسرز، وتحديدا تسمى بالريسبونس اليمنتس. Response elements. What are response elements? أحيانا نسميهم بالانهانسرز. Response elements هذه تسمى أيضا يتم استخدامها تحديدا وتحديدا في بعض الخلايا، مو كل الخلايا. هني إحنا عندنا الفاكتورز تكون مشتركة وفي فاكتورز خاصة. الجنرال فاكتورز راح نذكرهم بعد شوي، مثل 2A و2D و2B وهكذا، هذول الجنرال فاكتورز، هذول يتحكمون بعملية الترانسكريبشن في كل خلايا الجسم. لكن في عندنا بعض الريسبونس اليمنتس هذه تكون موجودة في بعض الخلايا، والريسبونس اليمنت هو المكان اللي يتحد فيه العوامل الخارجية. نعم، فإذا الانهانسر دي ان اي ريجولاتوري سيكونس عبارة عن دي ان اي ريجولاتوري سيكونس far away، بعيد وايد from the promoter، بعيد عن البروموتر. binds activators، هذه الانهانسرز الاثنين يتحدون معاها activators، نشوفهم باللون البنفسجي والبني وهني باللون البرتقالي والبرتقالي. activators هذه الactivators تتحد مع الانهانسر او الريسبونس elements وتنظم عملية الترانسكريبشن. طبعاً binds activators to increase the rate of transcription. فإذا عندنا the response element, a specific enhancer, response element, specific enhancer, نوع محدد للإنهانسر that responds to a particular signal. مثلاً بعدين راح نتكلم طبعاً بخصوص هذا الموضوع. The response element مثل steroid hormone receptors, مثل estrogen receptor. الاستروجين ريسبتورز هي عباره عن الانهانسر او الريسبونس اليمنت. الاستروجين ريسبتورز موجوده في بعض خلايا الجسم، مو في كل خلايا الجسم، فاذا تعتبر انهانسرز، وكذلك غيرها من الستيرويدات، وكذلك السايكل كي ام بي راح نذكرها في الدرس القادم. كذلك عندنا شغله ثانيه تسمى بالكو اكتيفيتور. خلونا ننتقل للرسمه التاليه. هذه رسمة، احنا لو فتحنا هذا الستراندز وخليناه سيدة، يعني لو هذا شلناه وخليناه سيدة راح يفتح لنا هذا الستراندز. لو فرضنا هذه الريسبونس اليمنتس، يعني هذا عبارة عن ريسبونس اليمنت، ريسبونس اليمنتس، وهذا response element RE، وهذا response element، وهذا data box. فعندنا ثلاث أنواع، ثلاث أمثلة من response elements. عندنا هني response elements يسمى بالnuclear factor kappa B response element، وعندنا هني peroxisome proliferator activated receptor response element، في هذا مستقبل receptor يعتبر، وكذلك عندنا activator protein 1 response elements. شو تتم عملية اتحاد وارتباط الاكتيفيتر بالريسبونس اليمنت؟ يا اما تكون عن طريق هومو دايمر او هيترو دايمر. هومو دايمر شلون؟ مثل هذا الشكل، نشوف الاكتيفيتر اثنينهم نفس النوع يتحدون مع الريسبونس اليمنت. واحيانا يكون هيترو دايمرز. هيترو دايمرز يعني اثنين نوعين من الاكتيفيتر يتحدون على ريسبونس اليمنت واحد. مثل ما نشوف هني بهالشكل، احنا عندنا هني عندنا اكتيفيتر P50 واكتيفيتر B65، فاذا هني عندنا هيترو دايمر يتحدون مع النيوكليير فاكتور كابا بي. وكذلك لدينا شيء اخر يسمى بالكو اكتيفيتر، وهو عباره عن بروتين that helps form the initiation complex. The initiation complex يعني هو عباره عن بروتين، ونشوف هني الدايمر دايمرز او كو اكتيفيتر اللي بالاخضر هذا ينظم عمليه بدايه الترانسكريبشن. فالترانسكريبشن عشان
تبدا لابد من منظم، المنظم يسمى بالميدياتر او عملي او الكو اكتيفيتر. فاذا عندنا احنا نوعين من الترانسكريبشن فاكتورز، يا اما عندنا جنرال ترانسكريبشن فاكتورز وهي اللي تكون موجوده في كل الخلايا ف involved in the formation of the pre-initiation complex، يعني راح تساعدنا وتساعد الخليه في عمليه الترانسكريبشن مع بدايه الترانسكريبشن pre-initiation. وعندنا specific transcription factors region. شنو عباره عن specific transcription factors؟ هي عباره عن regions in the DNA itself which act as enhancers or repressors، مثل CERP راح نشرحه بالدرس القادم، او الستيرويد هرمون ريسبتورز. يعني احنا عندنا السبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتور اللي ذكرناه هنا، عندنا الريسبونس اليمنت اللي عباره عن ممكن تكون ستيرويد هرمون ريسبتورز. مثلا احنا عندنا هنا، خلونا نشرح هذه مثلا الرسمه، احنا هنا عندنا مثلا النيوكليير فاكتور كابا بي ريسبونس اليمنت. اكو عندنا مثلا برودكت يسمى بالنيوكليير فاكتور كابا بي، مشهور هذا ومعروف، يرتفع يتفاعل مع زيادة الالتهابات في الجسم، فإذا صار في زيادة التهاب في الجسم فيعطينا مؤشر الجسم زادت التهاباته، فيسوي ديسوسيشن with nuclear factor كابا بي مع الانهبيتر اللي يسمى بالانهبيتر نيوكليير فاكتور كابا بي، فيصير ديسوسيشن. وبعد ما يصير ديسوسيشن الكاتاليتيك سب يونتس اللي هما الـ P50 والـ P65 راح ينتقلون الى الريسبتر هذا، وتتم عملية الترانسكريبشن في الـ DNA. كذلك عندنا الريسبونس اليمنت يسمى الـ Peroxisome Proliferator Activated Receptor Response Element. هذا طريق تغيير، هذا ما يشتغل الا مع وجود كو اكتيفيتر، يعني الفاكتورز اللي موجوده هنا بروحها ما تقدر تتم العمليه. طبعا هذا مسؤول عن عمليه الميتابوليزم للفات والكربوهيدراتس، فاذا لما نزيد من هذه العمليه لازم يكون في عندنا الكوفاكتورز عباره عن البيروكسيسوم بروليفيريتد اكتيفيتد ريسبتور جاما، وكذلك لازم يكون في هيترودايمر يتحد مع البي بي اي ار جاما يسمى بالريتينويد اكس ريسبتور، ويتحد معاهم كو اكتيفيتر يعني مساعد يساعد عمليه الترانسكريبشن يسمى بالبي جي سي 1 جاما. ونشوف هنا عندنا سهم اسود وعندنا هنا سهم اسود، هذيلا يسمونهم الليجنز. الليجنز هو نفس الهرمون نفسه او العامل او المؤشر نفسه. مثلا احنا عندنا في دروس سابقه ذكرنا في الترانسكريبشن السيجنال ترانزكشن باثوي، قلنا ان الابينفرين يتحد مع الجي بروتين الاندروجينيك ريسبتور، ريسبتور معين مو الاندروجينيك ريسبتور يسمى باسم ثاني البيتا ريسبتور، وكذلك يتحد الابينفرين فيه. الابينفرين نفسه هو يسمى بالليجنز. فاذا الهرمون الخارجي اللي يتحد مع الريسبتور يتحد مع الفاكتورز يسمى، فاذا هنا عندنا ريسبتورز يتحدون مع الليجنز فيتم عمليه، ولكن بمساعده البي جي سي 1 جاما اللي هو الكو اكتيفيتر. وكذلك عندنا الاكتيفيتر بروتين 1، هذا ايضا ريسبونس اليمنت، والفاكتورز اللي معاه اف او اس والجي او ان. هذا ايضا له فوائد اخرى في جسم الانسان. طبعا هنا عندنا تاتا بوكس وهنا عندنا الار ان اي بولي ميريس. نعم طبعا هذا تمام الكلام في هذا الدرس، ما شاء الله فهمتوه. هو طبعا درس معقد ومفصل، والدروس القادمة إن شاء الله راح تشرح هذا الموضوع بطريقة أفضل وراح تكون مفهومة أكثر.
والأمثلة هذه عبارة عن فقط أمثلة ل response element، وقلنا أن response element هو الأساس في عملية transcription، تتعد فيها الفاكتورز transcription factors فتتم عملية الترانسكريبشن. وبعد ذلك طبعا الـ mRNA يخرج إلى خارج النواة الخلية ويتم عملية الترانسليشن اللي هي عملية صناعة البيبتايدز البروتين نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.